أسبوع أمام وزارتي البريد والموارد المائية لإيجاد حل نهائي لمشكلتي تذبذب تدفق الإنترنت وانقطاع المياه. هي مهلة أقرها رئيس الجمهورية، يراها مختصون ضرورية لتفعيل الحلول العاجلة وتحمل المسؤوليات. سيد رئيس الجمهورية يود أن يمر إلى منطق آخر في التسيير، وهو التسيير بالأهداف management by objectives، والذي ينتظر منه أن يؤسس إلى منطق آخر من ناحية التنظيم، ومنطق آخر من ناحية التسيير، ومنطق آخر خاصة من ناحية تكليف المسؤولين بأهداف واضحة ومحاسبتهم في أجال محددة. الرقمنة والإحصائيات التي أصبحت حتمية لتدارك التخلف الإداري لابد أن ترافقها سرعة في الإنترنت، إلا أن بطء التدفق يؤجل هذه الإصلاحات. أمر المرتبط بتدفق الإنترنت فيه جانبين، جانب هيكلي معقد أن يحل عن طريق إجراءات وحلول عميقة، أيضا بالقيام باستثمارات مهمة في هذا المجال خاصة لما نتكلم على سرعة التدفق. وككل صيف تقدم السلطات تدمينات حول التزود بالماء، وهو ما لا يحدث. أخلط أوراق وحسابات المسؤولين الذين أصبحوا مجبرين على تقديم الأسباب وإيجاد الحلول. التزويد بالمياه بالتسيير العاجل، والتي للأسف في العديد من الأحيان كالحال هذا غير مفعلة نتيجة تسيب، نتيجة إهمال، ونتيجة عدم القيام مسؤولية القطاع على كافة المستويات. من كل مجلس وزراء تعطى تعليمات وقرارات مهمة لتحسين ظروف معيشة المواطن، وهو ما جعل القرارات تحدد بوقت معين للتطبيق على أمل بلوغ المستوى المطلوب.